للتضامن مع الشعب الفلسطيني ولاستنكار الاحتلال بأقوى العبارات وللمطالبة بوقف التطبيع مع هذا الكيان المحتل الذي يرتكب المجازر اليومية ضد الشعب الفلسطيني الذي يقوم باستهداف الأطقم الطبية وباستهداف سيارات الإسعاف المدنية وباستهداف المستشفيات وآخرها المستشفى المعمداني الذي ذهب ضحيته مئات الجرحى والمعطوبين من النساء والأطفال والمدنيين. اليوم نستنكر هذه الجرائم ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل من أجل حماية الشعب الفلسطيني الأعزل، ونطالب الأنظمة العربية بالتدخل من أجل توفير الماء والكهرباء والغاز والوقود والماء من أجل ضمان سبل الحياة للشعب الفلسطيني على الأقل، إن لم تكن قادرة على دعمه بالسلاح وإن لم تكن قادرة على الانخراط في معركة التحرير التي أشعل شعلتها قوى المقاومة في فلسطين. هي وقفة أيضا لاستنكار التواطؤ الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى اليوم لتوفير الغطاء أمام جرائم الاحتلال الصهيوني. ولذلك على الأنظمة العربية أن تتحرك اليوم قبل أي وقت مضى من أجل الدفاع عن الخط الأخير الذي بقي لهذه الأمة من كرامة ضد غطرسة العدو الصهيوني، حتى يتمكن هذا الشعب من طرد الاحتلال وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمته القدس الشريف. لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.